جميع يقاتكم بكل خير، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. متابعينا الأعزاء، انطلق شوطنا العاشر للقعدان اللقاية، ومن مسافة 4 كيلومترات متابعينا الأعزاء انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، كلاش مع البداية، كلاش مع الصدارة. من يتقدم بشعار محمد بن عبد الله بن حمد بن حسين البريدي؟ من يقدم لنا كلاش مع البداية ومع المركز الأول؟ ثاني الأسماء مرضي مع المركز الثاني أو غير مع المركز الثاني، كفو لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري. من يقدم لنا كفو وغير مع المركز الثاني؟ من يتقدم حامل رقم 10؟ يتقدم رمز لراشد بن علي بن محمد الفيد المري. من يقدم لنا رمز مع ثاني الأسماء؟ ثالث الشعارات يتقدم كفو مع المركز الثالث لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري. من يقدم لنا كفو على ثالث الأسماء؟ المركز الرابع يتقدم مرضي مع المركز الرابع لحمد بن صالح بن حمد المري. من يقدم لنا مرضي على رابع التحديات؟ خامس الأسماء، من يتقدم حامل رقم 5؟ يتقدم كفو مع المركز الخامس لمحمد بن جابر بن محمد الزبدان المري. من يقدم لنا كفو على خامس الأسماء؟ هكذا متابعينا الأعزاء نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول، كلاش مع البداية، كلاش مع الصدارة لمحمد بن عبد الله بن حمد بن حسين البريدي. من يقدم لنا كلاش مع البداية ومع المركز الأول؟ ثاني التحديات، ثاني الأسماء، يتقدم رمز مع المركز الثاني لراشد بن علي بن محمد الفيد المري. من يقدم لنا رمز مع المركز الثاني؟ ثالث التحديات وثالث الأسماء، يتقدم شعار راشد بن محمد بن حمد بن حمد الدعية. من يقدم لنا النايف؟ والنايف مع المركز الثالث، رابع الأسماء ورابع التحديات، أرى شعار الزبداني. من يقدم لنا كفو؟ محمد بن جابر بن محمد الزبدان المري. من يقدم لنا كفو؟ ومن تتدخل؟ من يتدخل مع المركز الخامس؟ يتدخل مرحب 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 مرحب، ويا مرحب بهذا الشعار، يا مرحبا بشعار مرحب خالد بن عبد الله بن محمد آل نشيره المري. من يقدم لنا مرحب؟ ما شاء الله على هذا الأداء. ولكن أعود مع كلاش، أعود مع كلاش، كلاش مع المركز الأول، كلاش مع المركز الأول لمحمد بن عبد الله بن حمد بن حسين البريدي. من يقدم لنا كلاش؟ ولكن حذاري حذاري يا مالك كلاش، حذاري من مرحب. مرحب مع المركز الثاني لخالد بن عبد الله بن محمد آل شير المري. من يقدم لنا مرحب مع ثاني الأسماء؟ ثالث التحديات، ثالث الأسماء وثالث التحديات، يتقدم النايف لراشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات، الواعي مع المركز الرابع أو عفوا مرضي لمحمد بن حمد بن سالم الفيد المري. من يقدم لنا مرضي؟ ولكن أعود مع كلاش ومرحب، كلاش ومرحب. الله 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 الله، كلها نحصيهم في البطن، 600 متر أخيرة ما تفصلنا عن خط النهاية. مرحب آل نشيرة، مرحب آل نشيرة. الله 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 الله، غير مرحب مع المركز الأول، استلم زمام الأمور خالد بن عبد الله بن محمد آل شير المري. من يقدم لنا مرحب؟ ركز ركز يا مالك مرحب، ركز فإن كلاش قادم. كلاش كلاش كلاش، تحرك مرحب، تحرك كلاش. الأمتار الأخيرة، اللحظات المثيرة، مرحب وكلاش، مرحب وكلاش، مرحب وكلاش. الأمتار الأخيرة يا بن شيرة، كلاش 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 كلاش، ومرحب 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 مرحب يا بابا. الله
الله الله الله الله الله، مرحب مرحب مرحب، ويا مرحبا بهذا الأداء، ويا مرحبا بهذا الشعار، ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مالك، مرحب على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك مرحب خالد بن عبد الله بن محمد آل نشير المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار. المركز الثاني وصل فيه كلاش لمحمد بن عبد الله بن حمد بن حسين البريدي. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه صديفي مع المركز الثالث لمحمد بن صالح بن سعيد العيدة. المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه مرضي لمحمد بن حمد بن سالم المري. المركز الخامس، المركز الخامس وصل فيه النمر لعلي بن حمد بن جابر المري. تهانينا والناموس لمالك مرحب خالد بن عبد الله بن محمد آل نشير المري. توقيت زمني 6:03:85 من الثانية. تهانينا والناموس لك يا مالك مرحب بهذا الصباح المميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني كلاش لمحمد بن عبد الله بن حمد بن حسين البريدي 6:05:19 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك كلاش على فوزي بالمركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه صديفي لمحمد بن صالح بن سعيد العيدة 6:06:77 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.